راكب قطر بورسعيد، والقطر جه والقطر وقف بيذبحوا قبل الناس، سيدي جابر، بيذبحوا وقف قبل سيدي جابر ب5 دقايق ده في البيت حرام عليهم. بس. فاحنا واقفين، القطر واقف ازيد من ربع ساعة ولا تلت ساعة، جه القطر ليه؟ اللي هو بتاع القاهرة، معرفش بقى، مش عارف الغلط جه منين، فخبط فينا، خبط في قطر بورسعيد، كان جاي سريع جدا يعني، لدرجة ان هو خبطنا ان كل واحد طار من حته. مش عارف اوصف لك الفزع والخوف اللي احنا كنا فيه. ولما نزلنا، او انا واحد من الناس لما نزلت على اللي انا شفته، اقسم برب العزه انا ما عارف انا كنت ماشي ازاي. جالي زي حاله ذهول، اللي جسمه متقطع، مفصول الرجل عن البطن، حالات صعبه، حالات صعبه صعبه يعني. ترجمة